كيف نكون قدوة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير، ويهلا فيكم ونجدد اللقاء بكم في برنامجكم كيف نكون قدوة، معي أنا عادل بربع. المرأة العاملة كيف تكون قدوة لغيرها؟ لا شك أن المرأة لها دور كبير وفعال في بيتها وأيضا عبر وظيفتها وعبر عملها، والمرأة العاملة لابد فعلا هي أكثر من الرجل في موضوع توازنها وأكثر عطاء ما بين بيتها وعملها، وهذا ما يميزها، فهي ما بين عطائها وطبعا تنظيم أولوياتها ووضع جدول لتنظيم هذه الأولويات مع الأسرة ومع الوظيفة ومع العمل. لذلك هذه الحلقة سنفرد لها موضوع متخصص عن المرأة العاملة وكيف فعلا تستطيع أن تنظم وترتب أولوياتها. ضيفتنا في هذه الحلقة والمتحدثة هي الدكتورة رونق صادق، مستشارة أسرية ومستشارة بيركمان خبيرة تدريب. نرحب بك دكتورة رونق وسعداء بحضورك وتواجدك معنا في هذه الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا الله كل المستمعين، وأنا أتشرف أن أكون معكم في هذه الحلقة. أسأل الله أن تكون حلقة مميزة والكل يستفيد منها بإذن الله تعالى. دكتورة رونق، عندما نتكلم عن المرأة العاملة بمعنى أنه هناك يعني العديد من الارتباطات، بلا شك أنه الواحد ما ينفك أن يكون له عدة ارتباطات، فهو أب أو يعني موظف وأخ وزوج، وكذلك المرأة نفس الشيء، فهي موظفة وأم وزوجة ولها ارتباطاتها هنا وهناك. كيف فعلا تكون المرأة العاملة امرأة قدوة في وضع أولوياتها؟ بعد الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. طبعا كل مشكلة في هذه الدنيا لها حل. نعم. المشكلة الأساسية في عمل المرأة في هذا الوقت الحالي، اضطرت المرأة أنها تتعلم وتأخذ أعلى المناصب وأعلى الدرجات في العلم، سواء دكتوراه أو ماجستير وبعضهم بروفيسيرات في العلم. فصعب إنها تترك هذه الشهادة وتفضل في البيت، لازم إنها تفيد المجتمع، والمجتمع يحتاج للمرأة العاملة حتى يستفيد ويكون بناء المجتمع ولبنة جيدة، وبالتالي لا تهمل ولا يعني نهمش دورها في المنزل. بس هناك نقاط مهمة جدا جدا للمرأة الناجحة العاملة التي تكون قدوة. من أهم المشكلات التي تعاني منها المرأة العاملة هي إدارة الوقت. جميل. لو المرأة أدارت وقتها، لأن الوقت هو الساعة واليوم هو العمر. نعم. إذا ازدحم اليوم والمهام كثرت وما قدرت تركز تقوم بهذه المهام، أكيد يوم ما حيكون كله ملخبط، ما حتقدر تنجز ولا شيء. لابد أن يكون هناك إدارة للوقت. تنظيم الوقت هو من أهم نجاح المرأة. نعم. أول حاجة كيف تدير المرأة وقتها؟ أول شيء الاستعانة بالله سبحانه وتعالى من بداية اليوم، وأن تضع هناك أهداف لأعمالها وتضع خطط زمنية. يعني كيف أهداف؟ تكتب ورقة وقلم أهدافي كذا وكذا وكذا. بعد كذا الخطط الزمنية، لابد إنها تنجز أعمالها بخطط زمنية محددة. نعم. لأنه الوقت عندها ضيق، عندها عمل خارج البيت، عندها الأبناء، عندها الزوج، وعندها الأشغال الخاصة بها هي كإنسانة، لابد أن يكون وقت خاص فيها. نعم. يعني روح القلوب ساعة بعد ساعة، فلابد إنها تضع الخطط الزمنية وتعمل قائمة يومية. هذه القائمة لابد أن تكتبها بيدها حتى
تقوم بتنفيذها وإنجازها. في هذه الحالة حتعرف إيش الأعمال اللي أنجزتها خلال اليوم. يعني تكتب مثلا اليوم عندها كذا وكذا وكذا، تكتبها كلها، وبعد كذا تضع الخطة الزمنية لكل عمل يكون له وقت محدد. طبعا تصنف الأعمال حسب الأهمية والاستعجال. هناك أعمال مهمة عاجلة لابد أن تقوم بها وتنجزها، فلازم أن تنجزها في وقتها. هناك أعمال عاجلة بس ما بتكون في ديك الأهمية، بس تكتبها عشان تخطط لها فيما بعد. وفي أعمال عاجلة غير مهمة ممكن أن تسند أحد المتواجدين في البيت، ولدها، بنتها، زوجها، ممكن ينجز هذه الأعمال عاجلة ولكنها غير مهمة. وفي أعمال يعني غير مهمة تتركها عشان هي تقدر تنجز في هذا اليوم أكبر قدر ممكن من الأعمال اللي هي تخليها تخلص كل أعمالها في أقرب وقت. نعم. طبعا عندنا أشياء مهمة للمرأة العاملة. ما تحاول إنها تقوم بأكثر من عمل في وقت واحد. يعني أنت كيف تشوف ذلك؟ واحدة مثلا بتكون في المكتب عندها عمل، وعندها نعم. مثلا في البيت الشغالة بتطبخ. نعم. ماسكة التلفون وتقوم بالاتصال بالشغالة نفس الوقت، يكون عندها مثلا في الإدارة عمل مهم جدا جدا يبغالها لابد أن تركز مثلا في الكمبيوتر. أعمال تبغى ترسل إيميل، ممكن ترسل الإيميل غلط لشركة تانية أو مكان تاني. فلازم هي تركز، هذه نقطة مرة مهمة. لا تحاول القيام بأكثر من مهمة في وقت واحد. لأن ذلك يسبب لها الارتباك، يسبب لها عدم التركيز، ترجع تاني تعيد ربنا إيش سويت. لازم أن تكون هناك تركيز في أعمالها. في كمان يعني لابد إنها تحدد وقت لإنجاز العمل. مثلا دخلت المكتب الساعة 8، من الساعة 8 مثلا للساعة مثلا 9 إرسال الإيميلات. طبعا الشغل صار كله بالإيميلات، يعني صار أسرع من زمان. صحيح. ما في بريد، ما في مراسل، الشغل كله سبحان الله أصبح إلكتروني. نعم. فبالتالي تنجز في ساعة مهامها، من كذا لكذا عندي الشغلة كذا، من كذا لكذا عندي الشغلة كذا. كمان في البيت نفس الشيء، لما تدخل البيت تفصل ما بين البيت والعمل. لابد أن تفصل ما بين بيتها وعمل. دخلت البيت خلاص المهام اللي هي يحتاجها المنزل تقوم بها. في بعضهم لا، تدخل البيت معاها اللاب معاها عملها ولسه داخلة من البيت الساعة مثلا 2 أو 3 خلص عملها، تجيها اتصالات من العمل. لا، هناك رفض تام لهذه يعني فكرة انه عملك في عملك، ينتهي الانجاز نعم. الاعمال في العمل. اول ما دخلت البيت هذا الوقت لبيتها، لزوجها، لاطفالها، لاعمالها داخل المنزل فقط. نعم. حتى الابناء يلاقوا الام، فانت طول وقتك مثلا نص اليوم برا البيت، الوقت الاخر يكون للابناء. صحيح. تقسيم الوقت للزوج مهم جدا، لا تترك الشغالة مثلا تخدم زوجها. المرأة هي التي تخدم زوجها بنفسها، تقوم صحيح. بالأداء، لأنه فترة الصباح عموما الأولاد في المدارس أو الأبناء الصغار اللي هم في فترة الحضانة بيكونوا في حضانتهم، بتوديهم بيبي كير الأطفال عندك. بعد كذا لما أحيانا كثير بتدخل الأم على الأبناء. نعم. يعني عدم وجودها في المنزل ما بيأثر ترى، لأنه كله في المدارس، كله خارج المنزل، الزوج خارج المنزل. بس لما هي تيجي البيت لابد إنها تهتم ببيتها، تهتم براحتها. في بعض الأمهات لا، عندها الوضع يعني غير منظم، الكل ينام، الأبناء ينوموا معاها، يقوموا طول الليل سهر، هي سهرانة معاهم، وبذلك لم تنظم وقتها. نعم. ولم تنظم وقت أبنائها. لابد إنه الأبناء نومهم مبكر، خصوصا الصغار في السن. طبعا اللي يكبر بعد الثانوي صعب ان الام تقدر تدير وقت نومتهم، لانهم خلاص كبروا يفهموا اشغالهم. بالعكس الام تعودهم، تسند لهم ادوار معاها. نعم. حتى في تقسيم تنظيم المنزل ان الام تسند ادوار لبناتها. اذا الوقت هو العامل المهم والعصب الاساسي في ان تكون المراه يعني منتجه في عملها. نعم. نعم. اذا ادارت المراه وقتها سوف تجد نفسها تحررت من الإجهاد ومن الضغوط، وتستمتع بوقتها، وتستمتع بوقت استرخاء
وتكون أكثر نشاط وإنتاجية ونجاح. جميل جدا. أستاذنك دكتورة رونق راح نطلع الفاصل. أيضا مستمعين الكرام بالإمكان المشاركة معنا إن رغبتم بمداخلة أو استفسار حول موضوعنا عن المرأة العاملة، المرأة القدوة التي تستطيع أن تنظم وقتها وأولوياتها ما بين البيت وما بين العمل على الرقم هاتف 011-217-8585 أو على الرقم 012-616-1100. فاصل ثم نعود إليكم، ابقوا معنا. كيف نكون قدوة؟ لتذكير مستمعينا الكرام بأرقام تواصلنا هاتفيا على الرقم 011-217-8585 وعلى الرقم 012-616-1100. موضوع الحلقة اليوم المرأة العاملة، امرأة قدوة في توازنها بين بيتها وبين عملها، وهو موضوع هذه الحلقة في برنامجكم كيف نكون قدوة. وضيفة الحلقة هي الدكتورة رونق صادق. ولا شك مستمعينا الكرام نحن نتناول يعني حديثنا عن المرأة جانبا يعني يعتبر جانب جديد وعميق للكشف أيضا عن سيكولوجية نفسية صحيحة في كافة مجالات الحياة عن هذه المرأة اللي أحيانا بعض الدراسات لم تعرها القدر الكافي من الاهتمام لدى تناول المواضيع اللي بتهمها باستثناء هذا العمل يعني بعض الأحاديث أو بعض الدراسات، لأنه يعني بلا شك باتت المرأة في خاصة في هذا العصر مع كثير من المتغيرات، هناك أيضا تغيرات لابد أن تحدثها في حياتها وتعطي إبداع في حياتها بحيث أنها تستطيع أن توازن ما بين عملها، ما بين وظيفتها، ما بين احتياجاتها الشخصية واحتياجات الأمور الأخرى. معنا دكتورة رونق. دكتورة، طبعا بعد حديثك عن العصب الأساسي في مسألة التوازن ما بين العمل وما بين المنزل ألا وهو تنظيم الوقت، نريد أن نتكلم عن أيضا التوازن ما بين تلبية احتياجاتها الشخصية بالتأكيد بحيث لا يكون هذا الأمر على حساب العمل ولا أيضا تلبية احتياجات العمل على حساب احتياجاتها الشخصية، كيف توازن بين ذلك؟ والله هو في البداية زي ما قلت لك الوقت مهم جدا جدا في التنظيم، لابد أن يكون هناك جزء لها خاص لعنايتها بنفسها وتطوير ذاتها واهتماماتها وأهدافها. يعني المرأة مثلا تكون عاملة ما تقعد مكان كثير في نفس المكان العمل على أساس أنه ما عندها وقت، أنه عندها بيتها، يعني في بعضها تفضل في درجتها سنين طويلة وممكن تتقاعد بهذه الدرجة، وفي بعضهم لا، تكون عندها سبحان الله كل مرة ترتقي. وليش؟ لأنها هي المرأة إذا أحبت شيء ترى بتعمله. المرأة لو حبت عملها أول شيء تتفانى في خدمة البيت وتتفانى في خدمة الأبناء وتنجح بنجاح باهر. ما جعل الله سبحانه وتعالى المرأة إنها تقوم بالولادة وتقوم كمان بأعباء المنزل وحضانة الأطفال منذ الصغر، في الليلة الطفل يبكي وفي النهار يبكي والمرأة تقوم عليه، إلا عندها قوة سبحان الله جسدية خفية من رب العباد لهذه المرأة. نعم. المرأة إذا أحبت عملها نجحت في عملها ونجحت في منزلها وتفوقت في إعطياء تلبية احتياجاتها بصورة غير عادية. ولنا يعني أسوات حسنة يعني في المجتمع، في نساء أصبحوا الآن يعني أخذوا أعلى المناصب والدرجات في الوظيفة، وكمان بتكون ناجحة في بيتها، يعني تكون مرأة ناجحة في العمل والبيت. ودائما المرأة اللي بتكون ناجحة في عملها 99% بتكون ناجحة في بيتها، خصوصا إذا أدارت الوقت المناسب. طبعا المرأة لها احتياجاتها الخاصة وتلبية احتياجاتها سواء مع الأسرة، مع
إذا كان هناك إذا كان عندها أم، إذا كان عندها أهل، إذا كان عندها مجتمع صاحبات خارج المنزل. فهناك لابد أن يكون هناك توازن ما بين العمل وبين الأبناء وبين الزوج وبين احتياجات المرأة، لأن المرأة النفس إذا أخذت احتياجاتها الكافية تعطي أكثر. يعني مثلا مو طول الوقت تضغط نفسها في العمل وفي البيت، والعمل في البيت حيكون هناك ضغط نفسي عليها لدرجة إنها تكره العمل وتكره البيت. فلابد أن يكون هناك توازن ما بين تلبيه احتياجاتها الشخصية وما بين عملها وما بين زوجها وما بين بيتها وما بين الأبناء. يعني ترويح للنفس لها، يعني خصوصا نهاية الأسبوع. نهاية الأسبوع ممكن تنجز في أعمال تقسمها اللي مفروض تنجزها في خلال طول الأسبوع. يعني في أعمال كثير ممكن في الويك إند هي ممكن تقوم بيها، بحيث إنه ما يكون على عاتقها وسط الأسبوع أعمال كثيرة، خصوصا هي بتخرج من البيت من الصباح إلى بعد الظهيرة عشان ترجع. فبالتالي حتخفف على عاتقها كثير من الأعمال اللي مفروض تقوم بها خلال الأسبوع. نعم، فيعني تجد إنه برضو عامل الوقت هو اللي بيعطي تلبية الاحتياجات حقها. هو الوقت هو المدير، ولذلك الآن المدير لكل الموضوع اللي إحنا بنتكلم فيه من البداية. تنظيم الوقت هو نجاح المرأة، تنظيم وقتها وتلبية احتياجات بيتها أولادها. لابد إنه يكون للأبناء وقت معاه خاص تلعب معاهم، تعطيهم وقت، تسمع لهم، تسمع لمشاكلهم. مو لما تيجي البيت مثلا في العمل، خاص في العمل لما تيجي البيت تمسك الجوال طول الوقت في التواصل الاجتماعي من برنامج لبرنامج. لا، لابد أن يكون للأبناء وقت معها. تشوف احتياجات المراهق، تشوف احتياجات الصغير، تشوف احتياجات الكبير، تشوف احتياجاتها هي نفسها. ترى الوقت طويل، واليوم 24 ساعة، منها وقت لراحتها ومنها وقت لنومها ومنها وقت للزوج ومنها وقت لأبنائها. وفي الوقت سبحان الله يسع لهذا كله. ففي بعضهم تقول لك لا أنا تعبانة أنا مجهدة، تحس إنه هذا العمل بالنسبة لها عبء. إذا المرأة حست إنه العمل هذا عبء عليها، صدقني ما حتنجز ولا حتنجح في العمل. هي تخرج للعمل لأنها هي حابة العمل، هي تبغى تشتغل، هي تبغى تفيد المجتمع، هي تبغى تفيد وطنها، تبغى تفيد بلدها، تبغى تفيد أبناء الوطن، سواء دكتورة أو معلمة أو في أي مجال من مجالات الموارد البشرية. أو تخرج المرأة للعمل وهي حابة العمل، عشان تدخل البيت وهي مرتاحة نفسيا، تقدر تعطي العطاء للبيت وللأسرة وللمجتمع. نعم، لو نريد أن نتكلم مثلا أن المرأة، أنت ذكرتي موضوع التركيز لابد أن يكون على شيء معين دون أن تكون هناك أعمال متداخلة، ومع العلم أنه أحيانا بعض الدراسات تقول أنه المرأة ما شاء الله تبارك الله عندها التفكير يعني نوعية شبكي أكثر من الرجل الذي يعتبر صندوق شبكي، بمعنى أنها تستطيع أنها تنجز أكثر من شيء أو أنها تتابع أكثر من شيء في وقت يعني متقارب أو وقت واحد. كيف يعني ممكن أن نجمع ما بين هذه النظرية وما بين الدور الفعلي لها؟ النظرية هذه في البيت. نعم. أنا ممكن في البيت أطبخ أنا كمرأة. نعم. أكون في المطبخ، الجدر الطبخ يكون موجود، الغسالة تكون شغالة مثلاً. نعم. شغالة، يكون عندي في غرفتي أشياء برتبها وبالي على الطبخ إنه ما ينحرق، والغسالة الغسيل لوقت إني أخرجه في البيت ممكن. نعم. إنه المرأة تدير أطفالها، أنتبه لولدي نايم مثلاً في غرفته، أنتبه له يقول لي يا ماما صحيني، بصحي في وقته فعلاً. في دارة البيت، داخل البيت ممكن المرأة تكون شبكة، أما في مجال عملها ما أقول لك إنها ما هي شبكة، بس لابد إنها هي تركز في مجال العمل بالذات، ما تدخل شغلها في البيت. مثلا أنا في البيت حاطة القدر والشغالة في البيت، ومثلا عندي شغل في البيت وعندي شغل في المكتب، خارج العمل أركز على أعمالي حتى أكون امرأة ناجحة. نعم. لا يكون في هذا عمل ما ينفع فيه لخبطة، خصوصا مثلا دكتورة مو معقول تكون في وسط العملية وتخرج عشان تكلم تقول لي شغالة قصة لجدر الضغط، معلمة في حصتها مو معقول
تكون تشرح للطالبات وكمان توقف وتقول لهم دقيقة وتكلم بالجوال وتكلم الشغال. لا هذا وقت عملي. نعم. وقت العمل المرأة ما تكون تشتغل في شبكة أبدا. هذا عمل. أو بمعنى أنه الشبكي فيما يعني في الأعمال التي تتشابه، مثل ما هو أعمال تتشابه في البيت ممكن أعمال تتشابه في الوظيفة. يعني أنت تكون في الفصل مثلا قد يعني تعطي الطالبة شيء تنجزه، تقوم بشيء أيضا في نفس المجال تكتبه وهكذا يعني. في مجال عملها ما في مشكلة. نعم. تشتغل. هو القصد يعني كما علمتم أنه عدم الخلط ما بين عملين مختلفين أو يعني مكانين مختلفين. نعم. فالمرأة لابد أنها هي عشان تكون مبتكرة وتكون مبدعة وتكون في عندها تفوق علمي لابد أنها تطور نفسها. هذه نقطة مهمة جدا جدا. أنا أساء من النساء اللي تلاقيها في مكانها سنين ترجع تلاقيها في نفس المكان، لا طورت ذاتها لا يعني ولا زادت من علمها، مع أنه متاح أن المرأة الآن تتعلم وتأخذ دورات وترتقي بدبلومات عليا وتأخذ ماستر وتأخذ دكتوراه، والحمد لله يعني الدولة يعني أعطت المرأة أشياء كثير أنها تتعلم وتنجز، وأعطتها سبحان الله يعني فتحت مجالات العلم بأوسع الأبواب. المرأة الآن أصبحت من العقلية القوية جدا جدا في إنجاز أهم الأعمال التي تنفع مجتمعها وتنفع وطنها. نعم. طيب. وتنفع الأبناء يعني الأم المتعلمة. فرق ما بين الأم المتعلمة والأم الغير متعلمة. الأم المتعلمة أبنائها يرتقوا بالعلم وتشجعهم على أنهم يطلبوا العلم. نعم. لعلنا نفرد هذا الحديث ما بعد الفاصل عن اهتمام المرأة بنفسها رغم انشغالها الكبير، لأن المرأة العاملة عندها انشغال ما بين البيت والوظيفة، يبقى الاهتمام بالنفس بشكل كبير مهم جدا من ناحية التطويرية، وهذا راح نتكلم فيه ما بعد الفاصل. ابقوا معنا مستمعينا. كيف نكون قدوة؟ حياكم الله مستمعينا الكرام، يهلا فيكم مرة أخرى. والحلقة طبعا أفردناها للمرأة العاملة وتوازنها ما بين بيتها وعملها وبين يعني احتياجاتها الشخصية واحتياجات عملها، وهي هذه المرأة القدوة بلا شك في برنامجنا كيف نكون قدوة. وضيفتنا في هذه الحلقة هي الدكتورة رونق صادق، وهي مستشارة في العلاقات الأسرية، وأيضا يعني ضيفتنا الحديث عن هذا الموضوع. بإمكانكم إذا رغبتم في أي استشارة أو سؤال الاتصال هاتفيا على 011-217-8585 أو على 012-616-1100. وصلنا معك دكتورة رونق، وحديثنا يعني كان مهم فعلا في مسألة أنه المرأة لابد أن تهتم بنفسها وسط الضغوطات وسط المعمعة الانشغال ما بين البيت وما بين العمل. كيف ممكن أنها تنظم هذا الوقت وتجد بعض الوقت للعناية بنفسها، أو أنه ماذا ستخسر لو لم يكن هذا الاهتمام بنفسها، سواء عبر ممارسات هواياتها المفضلة يعني حتى يعني مثلا تخفف التوتر تجديد الطاقة، إيش الأشياء اللي ممكن تستفيد منه وإيش اللي ممكن أنها قد تخسره إذا لم يكن هذا الاهتمام من جانبها؟ والله أولا أحب أقول لكل الصديقات الآن اللي هم الآن هم في العمل، أغلب صاحبات طبعا عاملات دكتورات في الجامعات، فهنيهم إنهم هم ترى المجموعة يعني بنحاول ننفس عن نفسنا مرة في الشهر، بنتقابل مع بعضنا. جميل. بنفتكر أيام وذكريات الماضي وأيام الثانوي وأيام الابتدائي، فنحرص على هذا اليوم. هذا اليوم تتغير نفسيتها، فنجتمع ونسهر مع بعض ونخرج، وكل واحدة تبين إنجازاتها إيش سوت وإيش الدورات اللي أخذتها وكيف إنها طورت نفسها، وكيف اللي كانت أيام الابتدائي كنا نتذكرها وكنا نتريق عليها ولا هي تتريق، يعني كنا مع بعض مجموعة للآن إحنا متواصلين. وأنا دائما أقول لبناتي وأقول لكل البنات اللي في المدارس، لا تضيعي علاقاتك القديمة مع صاحباتك لأنهم هم الدفع لك
الآن لما تكبري وتصير عندك مثلا عمل تقول لك في دورة فلانية، طب طوري ذاتك، طب أخرجي، تعالوا يا بنات نرسل لبعض، إيش الدورات اللي ممكن تحفز، إيش الأشياء اللي ممكن، واللي مثلا فينا مثلا عندها عمل تقدر تفيدنا أو تدلنا أو كده. فبالتالي لابد إنه الإنسان حياته الاجتماعية ما يسيبها ولا يتركها، حتى لو انشغلت في مجال العمل لابد يكون وقت خاص ليها. نعم. سواء تطور ذاتها، وقت خاص بيها، إنها هي المرأة دائما جبلت على حب الزينة، مهما أصبحت امرأة أو مهما كبر عمرها هي جبلت على حب الزينة. ولذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن ذكر آية أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، إن المرأة جبلت على حب الزينة حتى تغير من نفسيتها، إنها نعم. هي تغير من الضغوطات اللي هي موجودة، إنه يعني مو المرأة عشان عاملة خلاص تفضل لابسة دشداشة ومبهدلة نفسها ومبهدلة، لا، لابد إنها هي تحاول تجدد في حياتها الشخصية، بحيث إنه المرأة عندها زوج لابد إنها تهتم في نفسها، صحيح، تهتم بجمالها، تهتم بنظارتها، تهتم بهذا كله، حتى لو لم يكن لها زوج هي تهتم بنفسها لذاتها لنفسها الحب في لنفسها. نعم. نعم جميل. معنا اتصال هاتفي، معنا خالد. مرحبا يا خالد. السلام عليكم. يا هلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. خالد العتيبي معك أستاذ عادل. هلا بك يا خالد، تفضل. والله شوف، أنا حبيت بسأل الدكتورة رونق. نعم. نعم. هل تشوف الأنانية بين يعني تحدث للمرأة، أو إنه مثلا المرأة إذا كانت عاملة في سوق مثلا في العمل أو في دائرة حكومية ما، هل صحيح ان يعني توصل فيها المرحله، وهذا خارج عن الموضوع اتوقع، بس ما الاستعلاء على الرجل بما انها تعمل، وليس يعني العادل وقال لها بطلقك، ما في اي اشكاليه عندها يعني، بحيث انه مستنده عليك الوظيفه والاشياء هذه اللي ذكرتها. استاذ عادل، السؤال الثاني الله يسلمك، تفضل. مو بسؤال قدر ما هو طعن دعوة، وأتمنى تدعو له، أي الأخوان في الكترة يدعو له، أتمنى أنك تدعو للشفاء لسمية الفنان الكبير خالد عبد الرحمن ملك الفن، يعني الرجال يعني مصاب بشيء اسمه اللي هو الحزام الناري، فأتمنى دعواتكم له بالشفاء العاجل. نسأل الله له السلامة والعافية، ويقوم يا رب السلامة وجميع مرضانا ومرضى المسلمين يا رب. دكتورة رونق، هل يعني واضح السؤال؟ والله يا ريت تعيد، الصوت كان بعيد، ما سمعتك. اي نعم، احيانا يكون يعني المراه العامله عندها من الاعتداد بالنفس، وانها عندها نوع من الاستقلاليه قد يكون بوظيفتها، في انها مثلا ما يفرق معها اذا كان والله في ظل وجود هذا الرجل، اذا في اقرب مشكله ممكن انها تطلب ان تكون هي منفصله بحياتها، كانت تستطيع ان تصرف على نفسها، ام انه فعلا لا، المراه العامله امرأة تستطيع أن تكون متوازنة، تكون قادرة على تماسك يعني بيتها كما هو تماسك وظيفتها وغيره. هذا الموضوع مرة مهم جدا جدا، وفي بعض العاملات فهموا موضوع العمل خطأ، أو إنها لم تكن ناضجة النضج الكامل في هذا الموضوع. نعم. بناء الأسرة وتكوين الأسرة وعمل الأسرة كلها مع بعض تكون مصبة في مصب واحد. طالما أنت خرجتي للعمل، لا يعني هذا الأمر يجعلك أنك أنت تستغني عن الزوج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مسكينة امرأة بلا رجل ومسكين رجل بلا امرأة، فالمرأة محتاج للزوج والزوج محتاج للمرأة. نعم. والأسرة تحتاج لكليهما، يعني الأبناء يحتاجوا للأم ويحتاجوا للأب في نفس الوقت، المرأة تحتاج للرجل والرجل يحتاج للمرأة، فلا يجعلك عملك إنك أنت تستغني عن هذا الزوج، إنه الحياة ليس ماديات فقط، إنك أنت طالما عندك راتب خلاص أنا استغنيت عن الزوج. وبعض الأزواج للأسف يستغل المرأة استغلال سيء حتى في راتبها. يعني أنت طالما خرجت للعمل تعطيني راتبك، يضايقها في راتبها، يضايقها في 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 المال اللي هي تتعب تجيبه، حتى ما يعطيها فرصة، يقول لها والله الحق علي أنا اللي خليتك رحت اشتغلتي. فصارت حرب ما بين المرأة والرجل، إحنا هذه الحرب ما نبغاها، إحنا نبغى أسرة متكاملة، أسرة ناضجة
أنت طالما خرجتي للعمل ساعدي زوجك في مصاريف البيت، لأنه التزامات الأسرة يا أستاذ عادل زمان غير الآن. صحيح. أمي زمان إيش كان تحتاج؟ متطلبات الحياة الآن غير السابق. تحتاج أمي زمان نعم. ما كان تحتاج شيء. نعم. الآن متطلبات الأسرة كبرت. نعم. والاحتياجات الأبناء كثرت. الأبناء الآن يبغوا مدرسة أحسن مدرسة، يبغوا أحسن لك، يبغوا يخرجوا في الأسبوع مرة أو مرتين، يبغوا ألعاب، يبغوا. زمانك إحنا أتذكر ما كان عندنا هذا كله. صحيح. الآن يطلبوا الأبناء احتياجاتهم كثرت، ولذلك المرأة تعاون الرجل والرجل يعاون المرأة. إحنا ما إحنا داخلين حرب، المرأة لابد إنها تعلم في النهاية ضعيفة ضعيفة ضعيفة، لا تستطيع أن يعني سبحان الله أن تقوم الأسرة بامرأة إلا إذا كانت المرأة أجهدت نفسها في ذلك. ولذلك الرجل يقوم مع المرأة في توازن ما بين الأسرة وبين المجتمع. المجتمع لما يكون الأسرة فيه متكاملة، المرأة مع الرجل في منزل والأبناء مع الأب ومع الأم، بيكون أفضل ونفسياتهم بتكون أفضل والحياة والمجتمع بيكون أفضل من الانفصال. فالآن فجأة كذا البنت تقول والله أنا ما أبغى الزوج، ليه كذا مزاج؟ لا معليش، ما في شيء اسمه مزاج، أنت عندك أبناء عندك أولاد من هذا الزوج، لابد أنك أنت تكوني أم قدوة لهؤلاء الأبناء، تقومين بكل يعني الأمومة الكاملة ومعك زوجك حتى يصبح الأبناء في منزل تعمه المحبة والمودة. وأن الرجل كمان المرأة العاملة لا يتسلط عليها فوق التسلط عشان يبين إنه هو رجل. في بعض الرجال يا أستاذ عادل إيش يسووا عشان رجل؟ خلاص أنا الرجل هنا في البيت، ويتسلط على المرأة ويضايقها في عملها. عرفت كيف؟ يخليها حتى إنه تبغى تخرج من حياته. فلازم يكون هناك في توازن ما بين المرأة والبيت وما بين الرجل وبين بيته. وأنصح العاملات إنه المرأة لا تخلي الماديات تخرب بينها وبين زوجها أبدا، لا تجعلي المادة هي سبب في انفصالك من هذا الزوج، خلوا هناك يعني توازن. مثلا 15% من راتبي أنا أعطيه للزوج من نفسي، لأنه شوف سبحان الله يا أستاذ عادل وللمستمعين جميعا وللمستمعات، لم تكن هناك صدقة واجبة على هذا الزوج إلا صدقة على الأقرباء عموما، إلا على المرأة أن تتصدق من قيمة زكاتها على الرجل. سبحان الله، يمكن هذه المعلومة قليل يعرفها. نعم. إنه المرأة تخرج من زكاة مالها لزوجها. شوف حرص الإسلام على التكافل الاجتماعي بين المرأة والرجل، إنه المرأة لو عملت تخرج من زكاتها لزوجها، من الزكاة زكاة أموالها. نعم. للزوج فقط، لا تخرجها لا لأمها ولا لأباها ولا لأخواتها ولا يعني أولادها، للزوج فقط أن تخرج من زكاتها. وهذه معلومة دينية مهمة جدا للمرأة أن تعلم إن هي لو أعطت زوجها لم تتفضل عليه، ولكن بأمر من الله سبحانه وتعالى. نعم، راح نطلع الفاصل ونكمل معك دكتورة رونق وأيضا مستمعينا الكرام. للتواصل معنا أذكركم بأرقام الهاتف على 011-217-8585 أو على الهاتف 012-616-1100. خلوكم معنا. كيف نكون قدوة؟ المرأة العاملة وتوازنها ما بين عملها وبيتها، طبعا هو محور حديثنا للشخصية القدوة وشخصية المرأة القدوة مع ضيفتنا في هذه الحلقة الدكتورة رونق صادق المستشارة الأسرية. وللتواصل معنا مستمعينا الكرام بإمكانكم الاتصال هاتفيا على 011-217-8585 أو على 012-616-1100. كذلك بإمكانكم مستمعينا الكرام التواصل معنا عبر رسائلكم النصية على STC 85-1040، موبايلي 663-1، وأخيرا في زين 701-3-1-3.
إذن دكتورة رونق، ما بعد هذا الحديث ونحن في نهاية يعني لعلنا في الخمس دقائق الأخيرة، نريد أن نعطي توصيات مهمة جدا يعني في مسار المرأة العاملة وتوازنها. لازم أن المرأة يكون تقسم وقتها كأجزاء، جزء خاص لعنايتها زي ما قلت تطوير ذاتها، جزء لزوجها وللاهتمام، يكون وقت خاص لزوجها ولأولادها متابعتهم في كل ما يخصهم، وتخصص وقت للجلوس مع هؤلاء الأبناء. الإشراف على العاملة في المنزل مهم جدا، من المفروض أن تقوم المرأة على متابعة الخادمة أو العاملة في المنزل يعني في كل الأمور، لا تترك كل شيء للعاملة، حتى أحيانا العامل تخدم الزوج، هذا موضوع خطير جدا جدا، وأنا دائما أشوف كيف أنه المرأة تخلي الخادمة تخدم زوجها، حتى غرفة النوم تدخل الخادمة تقدم له الأكل. طب أنت إيش دورك كامرأة؟ هذا الزوج مفروض من أجل اهتماماتك، أنت كمرأة لابد أن تهتمي بزوجك وتهتمي بخدمة زوجك وتلبي طلبات الزوج اللي هو مفروض لك كمرأة، مو إنك أنت خلاص اشتغلتي خلاص إنه هذا الزوج يفضل يعني أشياء كثير ما تعملها، اللي تقول والله أنا زيك. لا تجعل المرأة ندا للرجل في حياتها الأسرية، لابد أن تفرق ما بين إنها كعاملة وكزوجة. الحياة الاجتماعية مع الآخرين لا تهملها، لابد أن يكون لها وقت لنفسها حتى تتنفس فيه. المرأة تكون قدوة إذا أثبتت وجودها كأنثى وكزوجة وكموظفة. لازم تنظيم الأولويات بحيث تكون دائما مرتاحة ودائما مبتسمة ودائما قادرة على إدارة جوانب حياتها كلها بما يناسب حياتها وظروفها وظروف أسرتها. لابد أن يكون يوم في نهاية الأسبوع للأسرة، لقاء للأسرة خارج المنزل حتى يتغير يعني التجديد في الحياة، يخرجوا يتمشوا مع بعض، يكون لهم يوم خاص بكل الأسرة. نعم. هو هذا يعني الحياة، لا بد أنه أحيانا تجيك ظروف في معوقات بسيطة، بس لابد أن يكون هناك مرونة وقدرة على تفاديها وحلها نوعا ما. نعم. وأتمنى لكل النساء العاملات أن الله سبحانه وتعالى يقويهم، وأن الله سبحانه وتعالى يؤلف بينهم وبين قلوب أزواجهم، وأن يعني يقل إن شاء الله بإذن الله الانفصال والطلاق عندنا بالتفاهم ما بين الزوجين، حتى في يعني دفع الأموال ما بينهم، واحد يكون الرجل مسؤول طبعا مسؤولية تامة عن الأشياء الأساسية في المنزل، ولكن المرأة بالنسبة لها كزينة تزين بيتها بالمبالغ اللي تدخلها، تدخل الفرحة على أبنائها بالهدايا، هدايا لزوجها، الأشياء اللي هي ليس أساسيات الحياة، عشان يكون هناك توازن ما بين الزوج وما بين المرأة وما بين الأسرة كاملة، وإن شاء الله الكل يعيش في سعادة وفي هناء. وأتمنى لكل امرأة عاملة التوفيق في حياتها، وإن شاء الله يكون لهم أعلى المناصب بإذن الله. دكتورة، إحنا نريد أيضا أن نتكلم عن يعني مسألة التوازن حتى من الناحية النفسية، يعني في ظل المسؤوليات يتعرض الإنسان إلى يعني ضغوطات في من خلال العمل، يعني حتى الرجل بيشعر بهذا الأمر، لكن المرأة كونها يعني بتتعامل مع أبنائها مع أطفالها، كيف ممكن إنها ما تخلط ما بين يعني الضغوط العملية الوظيفية اللي هي عليه وكذلك الحالة النفسية اللي ممكن أنها تصب بالتالي على أبنائها وأطفالها وبيتها؟ أنا من البداية لما تكلمت قلت إنه المرأة لما تدخل بيتها تترك كل الأعمال الخارجية خلاص، تنسى مشاكل العمل، تنسى المشاكل اللي تحصل لها في العمل، وأحيانا يعني الضغوطات اللي برا تأثر عليها، تجي متضايقة تتنفس على عيالها، تفضل تصرخ في البيت أنا مضغوطة أنا كأنه أحد يعني مضطهدها خارج أنت يعني ارتضيتي بهذا العمل. لما يكون عندك عمل لا تخلطي ما بين مهامك خارج المنزل وداخل المنزل. نعم. تنسى إنها في العمل، من يوم ما خرجت من خارج عملها تنسى الموضوع اللي تاني، وممكن ترى
بعض الزوجات تتكلم مع زوجها تفضفض له تحكي له مشاكلها في العمل. طبعا الرجل بيكون عنده المام اكثر فبينصح المرأة بيوجهها توجيهات سليمة، بس مو من يوم طول الوقت العمل العمل العمل. حتى الرجل احيانا يثير من المرأة ويترك لها البيت. نعم كان هي يترك البيت عشان المرأة يسموها المرأة الزنانة. هذه المرأة الزنانة هذه يعني لابد انها تفهم ان الزوج هذا كمان محتاج راحة في البيت وطول الوقت في عمله كمان يبغى يرتاح، وانت كمان ارتاحي من عملك. لا تخلصي، لا تجعلي وقتك كله عمل عمل عمل، لابد انك تفصلي ما بين عملك او حتى وما مجرد الكلام عن هذا العمل. نعم. يعني الا في حالات معينه، لكن اني انا اتكلم فيه ويعني انفس على الاخرين انه انا عندي هموم وضغوط، فالكل حيتاثر بلا شك. تجعل وقت بسيط جدا جدا، ولا مع الابناء يوم تقعد مع الاولاد عمل العمل 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 العمل. الابناء تجي لهم حاله نفسيه من صغره يكرهوا العمل. يعني في واحده من صاحباتي بنتها تقول لها دكتوره هي دائما تعبانه وعمليات وكذا، فبتقول لي بنتها بتقول لي انا ما هشتغل، ما لما اكبر ما هشتغل، حقعد في البيت ولا ابغى عمل ولا ابغى مدرسه، كمان مدرسه ما ابغى. ليه؟ تقول لا ما ابغى اصير زي ماما لما اكبر بعدين تجي كل يوم مشاكل. يعني لا، الام تحبب البنات في انه يدرسوا ويتعلموا. الطفل اللي هو صغير ما يستوعب الاشياء اللي احنا نستوعبها واحنا كبار. نعم احنا نعرف انه في العمل متاعب وعادي، وكل العالم في العمل في متاعب، ما في عمل يجي كده. بس ما تفهم أطفالك طول الوقت تفضلي تقولي العمل 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 وتكرهيهم من صغرهم، حتى بعد ما يكبر ما يبغوا يشتغل ولا يبغوا يدرس. نعم أنا أشكرك دكتورة رونق على حديثك والمثري حول موضوعنا عن المرأة العاملة وتوازنها ما بين بيتها وما بين عملها، وإن شاء الله يتجدد اللقاء بك مرات قادمة بحول الله. جزاكم الله خير، وأتمنى لكم إن شاء الله دائما النجاح في هذه البرامج المثرية، وإن شاء الله الله ييسر لكل العاملات. آمين. إن شاء الله الكل يكون مبسوط وسعيد. يا رب يا رب. كانت معنا مستمعين الكرام الدكتورة رونق صادق مستشارة أسرية وأيضا مستشارة بيركمان خبيرة تدريب. أشكر لكم أيضا على طيب الاستماع، وهذه الحلقة ستكون مسجلة ونازلة على قناة الإذاعة في اليوتيوب، بإمكانكم العودة إليها والاستفادة من المحاور المثرية التي بها. هذه تحية مني أنا عادل برباع، ومن الكنترول الزميل علي نجم. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.